شخصيه اللي هو عادل فوده، بنرحب بحضرتك النهارده وبنبارك لك على تكريمك النهارده وبنبارك لك على كل اللي قدمته لنا في حرب اكتوبر، مقاتل من حرب اكتوبر من طراز فريد، شكرا لكل حاجه قدمتها لنا. انا بيك فن، شكرا جزيلا، ويسعدنا طبعا ان يعني بيسعدنا ويسلك صدر اي مقاتل سواء ضابط او قائد او حتى عسكري ان حد يفتكره، وخاصه في مناسبه شهر اكتوبر اللي هو المفروض بيبدا التكريم من يوم 6 اكتوبر الى 31 اكتوبر. لو احنا اختصرنا هذا التكريم في هذا التوقيت، اعتقد احنا نقدر نغطي شريحه كبيره قوي من اللي شاركوا مشاركه فعليا في حرب اكتوبر. على الاقل نقول لهم في هذا اليوم احنا متشكرين. وزي ما انا اول لقاء تلفزيوني تم معايا كان من حوالي سنة 92 أو 93، وكان البرنامج كان اسمه إيه؟ كان اسمه شكرا الإهداء مصر، شكرا الإهداء مصر. فمجرد كلمة شكرا وإن مصر بتمثل في أي حد بتقول شكرا للكلام ده، أعتقد نوع بيريح المقاتلين بالذات. لو عايز أعرف من حضرتك أهم سبب لانتصارات حرب أكتوبر من وجهة نظرك أنت، كان إيه؟ أنا أهم سبب من انتصارات أكتوبر هي الإنسان المصري، الإنسان المصري. في تخطيط، في تدريب، في قيادات، في عمل أداء على الـ على الـ على الأرض، والعدو اعترف به قبل الصديق، ولكن ظهور الإنسان المصري سواء الإنسان المصري سواء مدني أو عسكري. المدني هو قيامه بأن هو بيضحي بكل شيء عشان يوفر القوات المسلحة كل ما هو يحقق لها الانتصار. العسكري هو أن لما أتيح له الفرصة وإداله قرار الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله، إداله قرار بتاع كان على مستوى المسؤولية وأبهر العالم بإنجازاته اللي هي لحد دلوقتي وهنتكلم عنها سنوات وسنوات وسنوات، لأن إحنا حتى الحرب العالمية اللي هي انتهت سنة 45 دخل عالمي، يعني داخلين على أكتر من 75 سنة لحد الوقت بيشيدوا بيها. لا، إحنا مصر حرب أكتوبر لا تقل عن المعارك الكبيرة اللي تمت على الحرب العالمية، ويكفي إنها أعادت إلى أرض مصر كل ما هو كان سليم، وخلى الجيش المصري يرفع راسه تاني، والجيوش العربية تتباهى، والشعب الشعوب العربية أيضا. ممكن أخيرا، كان في فترة كده كان فيها أفلام عن حرب أكتوبر بتجسد شخصيات حرب أكتوبر، بعد كده كان في انقطاع تام، بعد كده الفترة اللي فاتت ابتدى نرجع تاني. أنت حضرتك شايف رؤيتك إزاي للسينما وتعبيرها عن حرب أكتوبر؟ إن حرب أكتوبر لا يمكن إن هي تسقط من ذاكرة الشعب المصري. سيبك حتى لو عملوا فيلم أو ما عملوش، عملوا تمثيلية أو ما عملوش، ولكن حرب أكتوبر دي في الوجدان المصري، وبالذات هي الحاجة الوحيدة اللي يستطيع أن يفتخر بيها اللي قاموا بيها وأبنائهم وأحفادهم على مر العصور. حرب أكتوبر دي نموذج لإرادة شعب. شكرا لحضرتك، وحضرتك فوق راس كل الشعب المصري، وشكرا لكل مجهوداتكم. شكرا لكم. سهلا، أهلا وسهلا، ونشكرك. أنتوا تبع إيه بقى؟ ضلي يعني دار الهلال دي، خلي بالك من الحتت اللي انا فتحت عيني على الكتب، انا والسيدة زين على الكتب بتاع دار الهلال، مش عشان مقرها، ولكن انا كل ثقافتي والكلام ده كانت اللي هو الكتيبات بتاع دار الهلال بتاع جورج زيدان وغيره وغيره. اهلا وسهلا. شكرا.